مسؤول على نفسه، وحنا كمجتمع مسؤولين على هذا الوطن. عادي نختلفوا، المهم نتناقشوا في واقعنا بكل مسؤولية. كلنا كنبنيو مجتمعنا، واجب علينا نبنيو مجتمعنا. مجتمعنا من الاثنين للخميس ابتداء من 12 زوالا مع صوفيا السعيدي على كاب راديو. اهلا وسهلا بكل من اختار اذاعه كاب راديو برنامج مجتمعنا. اليوم مستمعينا الكرام كنتكلموا على موضوع عنده راهينيه في الحقيقه، ولكن هو موضوع ما خصوش تكون عنده راهينيه، موضوع اللي خصنا نشتغلوا عليه ايام الله كامله، لانه موضوع كيهم ابنائنا ومسارهم الدراسي. اليوم معنا ضيفنا الكريم سي نجيب كرومي، هو كوتش تربوي معتمد. نتكلموا معاه على اعتبار انه عنده تجربه شخصيه معينه واللي اشتغل عليها طوال سنوات. اليوم هو كوتش تربوي معتمد وجا وحضر والبد دعوه ديالنا للحديث على موضوع من المواضيع ان شاء الله اللي غتكون في حلقات البرنامج، واللي كتهم الكوتشين التربوي اللي عنده حسنات، وكذلك كاين له الاحتياج على اعتبار انه كاينه الكثير بين قوسين من المطبات والكثير من العراقيل اللي كتواجه ابنائنا، ولكن ما كنكونوش واعيين بها، ويمكن ما كنشوفوهاش الا لما كيوصل التوجيه او من بعد التوجيه بقليل. فكنرحب ضيفي الكريم سي نجيب كرومي. مرحبا. شكرا سيدتي الفاضلة. سعيدة أنني غنتناول معك هذه المواضيع لأنها غاية في الأهمية، واللي عندها علاقة بأبنائنا ومسارهم التربوي والتعليمي وفيما بعد المهني. من الحوايج اللي تعلمت منك في حديثي معك أمس أن قلتي من الأحسن ومن الأجدى أننا ما نتكلموش وما نختاروش أو ما نتداولوش مصطلح التوجيه. مصطلح التوجيه عنده طابع إداري محض، بعيد كل بعد عن الغاية اللي تخلقت من أجلها هذه المسألة، واللي هي أنت فضلتي تعرفها بالمشروع الشخصي. غنبدأ باش نقول للمستمع الكرام أن حلقتنا اليوم هي المشروع الشخصي، غنتكلموا عليه، غادي نعرفوا به، وغادي نعرفوا أشنو الفرق بينه وبين التوجيه، وكذلك غادي نتكلموا على العناصر اللي هي مؤثرة أو التي يجب اعتمادها في هذا الاختيار الشخصي، وما نسوش كذلك دور الآباء اللي هو دور أساسي ورئيسي في الاختيارات وفي المشاريع الشخصية. سي كرومي، لماذا المشروع الشخصي وليس التوجيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف المرسلين. شكرا سيدتي الفضيلة على الدعوة لمناقشة هذا الموضوع اللي مهم جدا، واللي هو يعني أساسي في حياة كل شخص، تلميذ والطالب وأي شخص يشتغل. طبعا التمييز، وضروري نديروا التمييز ما بين كما شرتي له التوجيه، واللي هو يعني كما قلت لهم مساطر إدارية في الزمان وفي المكان اللي كتهم مرحلة مراحل الدراسية للتلميذ أو الطالب كيعبر فيها على رغبات ديالو واختيارات ديالو لمسالك وشعب، وما بين اللي كما قلت مرحلة سيتون بروسيدور أدمينستراتيف أكثر منها هذه. فالمشروع الشخصي والمهني هو كما متداول ومعروف هو سيرورة، سيتان بروسيسوس اللي كما قلت تنقلها دائما، هو ينطلق من الإرصاصات ديالو الأولى، كتبدأ منذ الطفولة، منذ اللحظة الأولى اللي تنسأل الطفل أشنو باغي تكون في المستقبل، أشنو باغي تدير في المستقبل، فتعبرنا تيقولنا مجموعة من المهن، أستاذ، محامي، طبيب، كذا، انطلاقا من الصورة اللي كونها حول هذه المهن داخل الأسرة، داخل المجتمع، إذن من خلال التمثلات ديالو حول هذه المهن هذه. طبعا اختيارات نقول اعتباطية، لا تعتمد على معايير علمية ولا نقول عاطفية، اختيارات ما عندهاش كما قلنا معايير لكريتير اللي يمكن نقوله كتحددها. إذن اختيارات كتمليها التمثلات اللي عند هذاك الطفل أو الطفلة حول هذاك المهن من خلال ما تسمع حوله في المجتمع وفي الأسرة. وطبعا هذا المشروع تنطلق من هذا الحلم، من هذا، وهذه هي البداية دياله، وطبعا يستمر كما قلنا سيرورة حتى تنهي المشوار دياله ويقوم بنشاط مهني معين
يحقق فيه حلمه طبعا. وهذا تمر عبر مجموعة من المراحل، مجموعة من الأدوات ومجموعة من المحطات طبعا. إذن هذا التحقيق ديال هذا المشروع تحقيق من خلاله دونك من خلال ممارسة ديال مهنة معينة في مجال فني، مجال أدبي، مجال علمي، تجارة، مقاولة، أي مجال يهدف من خلال إلى إذن كما قلنا وكما كان عارفوا المساهمة، وهذا دور ديال التربية وتكوين المساهمة في تقدم وتطور المجتمع، لأن كل فرد من الأفراد طبعا هذه كتكون من 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 من, من الأهداف اللي تيطمح إحقاقها هذه باش يعطي معنى للحياة ديالو. ولكن بجانب مساهمتنا أو مساهمة الأفراد في تقدم المجتمع وتطوره علميا واقتصاديا وفنيا إلى غير ذلك، فهناك كذلك هذا المشروع أو هذا النشاط اللي غادي يقوم به الشخص يحقق فيه ذاته وكينونته وشخصه. هذه إذن باقتضاب يعني من الآن لمو أنا في هذه اللحظة حتى النهاية ديال تحقيق هذا الحلم اللي تبقى حلم وينتهي بتحقيقه في هذا دونك بعجالة لتبسيط المفهوم. شكرا سي كرومي. غنذكر المستمعين الأفاضل أن رقمنا المباشر هو 05 33 33 33 33 05 34 44 40. أشير إشارة أعتقد أنها مهمة أنه خاطئين إحنا لما كان نتكلموا على التوجيه المعروف ككلمة وكنتكلموا عليه في مرحلة معينة اللي هي عندها علاقة بالثانوي. فسي كرومي كيقول أنا المشروع خصو يبدأ قبل بكثير، يعني كنتكلموا على حتى على الطفل ملي كيكون صغير عنده مجموعة من المعطيات خصنا نخزنوها ونفهموها ونكون واعيين بها على أساس أن هذا المشروع الشخصي ما كيتبداش أو ما من ماشي هو زر غادي نضغطوا عليه وغادي يجي التوجيه أو المشروع الشخصي، راه واحد البناء اللي خصو يكون في مراحل معينة ولتقطوا الإشارات. هنا سي كرومي الأمر يستدعي أننا يجب أن نعود العدة لهذا المشروع الشخصي، لأنه ملي كنتكلموا على مصطلح التوجيه كنتكلموا على أمور غتوجهك منها النقطة، منها تدخل الآباء، منها الوضع اللي انت فيه هو النقطة كتحكمك بشكل أو بآخر، يعني النقطة كتحكم في اتجاهات متعددة، الواقع حتى هو كيتفرض عليك بشكل من الأشكال. والآباء احنا كيفاش نتفادوا هذا الوضع اللي هو خانق واللي هو ما فيش اختيارات بزاف ونبداو شي حاجة اسمها المشروع الشخصي في مراحل اللي هي قبل بكثير؟ قبل الإجابة على السؤال ديالكم سيدتي الفاضلة، نفتح قوس فيما يخص المسطرة ديال التوجيه اللي تكلمنا عليها، مسألة إدارية، فهي كتم في مراحل معينة ابتداء من السنة الثالثة إعدادية الجهود المشتركة وبكالوريا ثم ثانية بكالوريا عن طريق بوابة مسار، واللي الأطر الإدارية ولا المستشارين في التوجيه كيصاحبوا التلامذ في وكيساعدوهم في تعبئة الرغبات ديالهم. هذا بالنسبة للمسطرة واللي يمكن نتكلموا عليها في حصة أخرى إلا بغيتي ولا شي حاجه. الو فيما يخص المشروع اللي هو موضوعنا اليوم، فالنقطه كما قلنا قبل ما نتكلموا عن النقطه، فالعناصر او المعايير اللي خصنا نعتمدوها اللي خصها يعتمدها اي شخص في بناء المشروع الشخصي ديالو، فترتبط اولا بالرغبات ديالو، ميولات ديال الشخص، ميولاته، وهذا غادي نرجعوا له نفصلوا فيه فيما يخص كيف نكتشف الميولات ديالها، كذلك المؤهلات ديالو المعرفية والمهارات ديالو. المعرفية هنا نقصد بها كما شرتي له النقاط، يعني التحكم في مجموعة من الكفايات ومجموعة من المعارف، رياضيات، فيزياء، عربية، إذن هذا الجانب المعرفي اللي هو تتحدو النقطة، وإن كانت النقطة لا تعكس يعني بشكل هذاك القدرات ديال التلميذ والطالب، الاعتبارات عدة، الطريقة ديال التقويم والكيفية ديال التقويم إلى آخره، ولكن كيف ما كان حكيت بقى مؤشر من بين المؤشرات اللي يمكن اللي خصها تتخذ بعين الاعتبار طبعا في اختيار وفي بناء المشروع الشخصي والمهني. ولكن ما هو أهم هما الجوانب الثانوية، نعم الجوانب الأخرى واللي هي كترتبط بالمويلات ديالو والرغبات ديالو. هنا طبعا علينا طبعا أن نكون يعني حاضرين، لأن المصاحبة ديالنا ديال التلميذ كآباء
كتخلينا نرصدوا بعض الميولات ديالو لمجالات معينه فنيه تقنيه رياضيه. هذاك المصاحبه ديالنا الوليدات ديالنا كتخلينا نرصدوا هذه الاشياء هذه اللي من خلالها تعبرنا على ما يرغب فيه التلميذ وعلى هذوك الوازيغ ديالو وعلى دوك لي باسيون ديالو الشغف ديالو ما هو شغوف به. هذا كذلك يجب اخذه بعين الاعتبار في بناء نسجلوها السكر من دون ولا في مرحلة مبكرة نسجلوا في ذاكرتنا كيفاش نتعاملوا معه لأنه أي واحد في هذه اللحظة يقول لك واش أنا غادي ناخذ بعين الاعتبار هذه المعطيات ديال طفل عنده 11 عام و12 عام يعني باقي ما عندوش مجموعة من احنا كنعتقدوا خاطئين أنه هذه الأمور ما عندهاش أهمية وممكن في مرحلة معينة أنا نأثر أو أنا نوجهه وأنا نرسم له الطريق هو غادي يتبع. هذه المسألة عندها علاقة بالميولات والرغبات حتى من غير المدرسة حتى ما هو عنده علاقة بأنشطة موازية عنده اختيارات عنده مجموعة من الأمور اللي ماشي بالضرورة مرتبطة بالمدرسة ولو أن المدرسة هي اللي كتشغل بالنا كتير نشوف في شنو كيعجبو شنو اللي ما كيعجبوش ولكن كنقول ما خصهاش تخدم على الاعتبار خصنا نخدمو مع المادة أكيد غادي لأنني بغيت يخرج أنا سيونس مات مثلا إحنا عندنا هذا الهوس بسيونس مات كيفاش ندخلوه في هذه المسألة عندها علاقة بالرغبات والميولات بخصوص الميولات ديال الطفل فكما قلت المصاحبه ديالنا وهذا المشكل ديالنا احنا كاباء بصفه عامه لا نتواصل مع اطفال ديالنا ولا ابناء ديالنا راه التواصل يعني مفقود يعني واش بالله عليك واش كنعطيو لنفسنا في اليوم واحد اللحظه معينه اللي تنجلسوا مع الوليدات ديالنا بعد ما كنرتاحوا من التعب ديالنا وتنتقاسموا معاهم الهموم ديالنا شنو درنا في اليوم حنايا باش حتى هما يتقاسموا معنا الاهتمامات ديالهم والانتظارات ديالهم والمشاكل اللي يعني منا هذه الحلقه المفقوده والحلقه الاساس في هذا العمل ديالنا لينا رصد هذه المواهب وهذه الميولات هذه راه كنشاهدوهم شنو تيبغيو يديروا كنعرفوا شنو الاشياء اللي تيبغيو يقوموا بها كم بريكولاج كعمل في لي تروك مثلا انفورماتيك كليكتور بيرسونيل واش دي ليكتور قراءات مثلا ادبيه او فنيه او تقنيه او غيرها انشطه هذا المتابعة اليومية ديالنا لوليدات ديالنا وهذه مسؤوليتنا كتخلينا نرصدوا هذه الأشياء طبعا هذه كناخذوها كذلك كمعايير سنعمل ما عندناش الحق ندخلوا سكر من هذه الفترة لا احنا طبعا هذا بالإضافة كما قلتي للأنشطة موازية اللي تتم داخل المؤسسات هذيك الأنشطة راه من خلالها يطور الطفل والتلميذ مهارات الحياتية اللي تنتكلموا عليها الآن السوفت سكيلز اللي هي تعتمد الآن حتى في سوق الشغل وأساسية في إذن هذه الأنشطة تتخلينا أولا يطور المهارات ولكن كذلك كتخلي التلميذ يكتشف نفسه وكذلك يكتشف نفسه ويكتشف مؤهلاته ويكتشف القدرات دياله من جهة كذلك يمكننا نصاحب التلميذ ديالنا والطفل ديالنا في أنشطة خارج المؤسسة يمكن نديه المحترفات يعني يشتغل فيها في أندية يمكن يكون دونك يدير دونك دي زاتوليا دو بانتور اللي ما كانش متوفر في المؤسسة دو موزيك دو سبور سيتار ولكن ما نفرضوش عليه هذا هو الأساس أننا نستشير معه ونبحث عن الرغبة دياله ونفرره لهذه الإمكانيات وهو طبعا غادي يقوم باختيار المجال النشاط اللي بغي يقوم به. هذه الأنشطة كما قلنا تطور هذه الملكات ديالو وهذا هو الهدف ديالنا. إذن باش يوصل الطفل لهذه المرحلة ويكتشف ذاته ويكتشف ميولاته وكذلك احنا بجانب نحاول نرصدوا هذه الأشياء فالحلقة الأساس هي التواصل. إذا ما كناش كنتواصلوا مع الطفل ديالنا ما غنعرفوش شنو كاين كيفاش ندخلوا في هذه المرحلة بالضبط قبل ما التوجيه السيكرومي بالطريقة اللي تكون ذكية ونمارسوا فيها هذاك لاكومبانيمون أو هذاك المرافقة وهذاك التواصل بشكل اللي هو ذكي ونأثروا فيه بدون ما نمسوا اختياراته أو بدون ما نكونوا تعسفنا عليه حتى من ناحية العاطفية ولا من ناحية المعرفية. كيفاش ممكن يتم هذا الأمر بذكاء الحاجه اللي ما خصناش نديرو هو ان نحاول نؤثر ونوجه لنا هذه الكلمه نوجه وتؤثر فيها تعسف. احنا ما احنا ما مصلحتنا شيء وما من حقنا شيء باش نوجهوا ولا ناثروا. احنا نصاحب الطفل ولا الطفله الشاب والشابه لاكتشاف ذاته لاكتشاف مهاراته لاكتشاف مهولاته لمعرفه طموحاته الرغبات ديالو هذا كله في تصل لينا حتى فين تنجلس مع ولدي ولا مع بنتي راه تنقول انا شنو الحاجه اللي كنبغي ندير الاشياء اللي كنبغي نمارس الرياضه ديالي الهوايات ديالي وتيمشي معايا تيصاحبني الاشياء اللي تنقوم بها انا راه
المصاحبه لاكومبانيمون راه هو هذا، ماشي غير اللحظه اللي كنقتسم معاه في المنزل، راه كنمشي معايا الانشطه اللي كنقوم بها تمارسها، وكنخلي من خلالها يكتشف عوالم اخرى ومجالات اخرى، لقاءات ايتترا، وهنا طبعا المعارف ديالو والمدارك ديالو تتوسع، وطبعا يصبح طبعا تتوضح ليه الصوره هو، وحنا كذلك. دونك حنا لا نؤثر ولا نوجه ولا حنا نصاحبه في اكتشاف ذاته، في اكتشاف هذه الجوانب هذه لي لمساعدتي على الاختيار، لأن الاختيار الأول والأخير فهو له، لأنه هو صاحب المشروع، هو القائد السفينة ديالو، خصنا هذه تكون حاضرة عندنا باستمرار. ونردد له أنه هو صاحب المشروع كيف ما قلتي، وأنه هو اللي غادي يقرر في حياته، وهذا مشروعه الشخصي، المدرسة والنجاح ديالو والتميز ديالو وشنو اختيارته في المستقبل هي اختيارات شخصية، وهي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة كنحملوا المسؤولية في حياته. لكن الناس اللي كيسمعونا في هذه اللحظة سيكلهم يقول لك ماشي كل الناس عندهم هذا المستوى، سواء ديال الوعي او ديال هذه الامكانيات، ان نتكلموا على رياضه كتمارس خارج الاطار المدرسي او محترف فني كيتمارس خارج المدرسه، كنتكلموا على مستويات اجتماعيه اللي ما كايناش هذه الامكانيه. شنو المجهود اللي ممكن يتعمل، علما انه الاباء في مستويات معينه ما كاينش امكانيه ديال الاصطحاب، ما كاينش امكانيه ديال انه يفهم اصلا انه هذا المشروع بهذه اللغه هو مشروع شخصي. كاينه عوائق اللي هي محيطيه اجتماعيه اقتصاديه اللي هذا المستوى ديال اللغه ما غاديش يتقبلوا او ما غير معترف به. يعني الطفل كيمشي للمدرسه كيجي وخصنا نمنوا النتيجه، في اطار انه ما كنوفرش الظروف كامله للطفل باش ينجح. هنا ما باش نتكلم على دور المدرسه بشكل خاص، ولكن كيفاش شنو هو الحل في هذه الحالات كيكون الاباء عندهم ظروف اجتماعيه اقتصاديه وحتى ثقافيه اللي متواضعه جدا ما يمكنش تواكب هذا النوع ديال الخطاب؟ سيدتي الفضيله، هذه كلها مبررات تنحاولوا باش نعلقوا عليها العيوب ديالنا مع الاسف. واش بالله عليك واش ما يمكن لي شيء نجلس مع الطفل ديالي نعطي راسي ولولدي واحد الفرصه او لبنتي ونجلس معاه ونسولو اشنو تيعجبك، اشنو باغي دير في المستقبل ان شاء الله، المجالات اللي باغي تشتغل فيها؟ هذه اسئله يعني تم في متناول اي واحد. شنو الهدف ديالك، وشنو واش كتعرف اشنو كينتظرك، واش كتعرف المسار اللي غادي يمكن دير، شنو هي من الصعوبات اللي هذه، واش المتطلبات ديال هذا المجال، اشنو كيحتاج هذا المجال من معارف، مثلا غادير مجال معين اكس ولا ايغريك، واش كتعرف ان شنو هو كيحتاج هذا المجال من قدرات ومن معارف وكذا. هذه اسئله كنطرحها كنخليه من خلالها يستشعر الاهميه، وكنت هو مشارك فعال في البناء ديال المشروع ديالو. لان ما كنطرح السؤال اشنو باغي دير، واش كتعرف المسار اللي غادي باش تحقق هذا المشروع، كتعرف المده ديال الدراسه في هذا المجال، الشروط اللي خصها توفر في هذه. هذه اسئله ما تنظنش خص تكون خبير في مجال معين باش تطرحها على ولدك باللغه بسيطه، ولكن تتطلب انني نكون نجلس معاه حضور الحضور الفعلي. اذا هذا ما تطلب شيء ثقافة معينة ومستوى فكري معين ولا إمكانات ولا هذه، هذا حوار ما بين الأب والابن ديالو والابنة ديالو حول المشروع ديالو، شنو باغي دير في المستقبل أولدي، شنو المجالات اللي كتثير الاهتمام ديالك، علاش كتثير الاهتمام ديالك، شنو اللي كيعجبك فيها، شنو هي فين يمكن دير هاد التكوينات، واش كاين هنا ولا في مدينة أخرى ولا في الخارج، واش كتعرف إمكانيات اللي خص توفر عليها مادية. يعني كنطرح أسئلة أنا أثير الأسئلة باش نخليه ينطلق في البحث على المعلومة. الآن المعلومة متوفرة، كل وليداتنا عندهم البورتابل في يديهم، ومع الأسف تيستعملوا في أشياء اللي ماك. إذن حتى هنا نساعده باش يتعلم يبحث بشكل مفيد، هذاك البورتابل هذاك الوسيلة ديال التواصل تستعمل في هذه. الآن أي معلومة يمكن يكتب هذه ويطلعوا له جميع المعلومات. إذن هذاك الوسيلة ديال الهاتف النقال وسيلة من وسائل البحث، وهنا غادي ندفعوا باش يكون شغوف، يكون كوريو، يكون هذاك الإنسان اللي تيبحث على المعلومة. هذه مساعدة يمكن أي أب ولا أي أم تقدمها أو يقدمها لابن ديالو. في كيف ما قلت يا سي كرومي، دائما كاين أعذار اللي ماشي خصنا نبرروها. في وقت وفي زمان سبق ما كانوش الاباء كلهم عندهم معرفه بالقرايه، ولكن كان التواصل صحيح، كان التحفيز، خصك تقرا، خصك كتحس بي. يمكن كاينين بزاف الاطفال اللي كانوا كيعتقدوا ان ابائهم متعلمين لانهم كانوا رد لهم البال، ويمكن كيقولوا حتى يعرضوا عليهم المحفوظات في وقت ما
والوغ ما كانوش قارين. وهاد المسائل خصنا نتكلموا باش ما نتملصوش من دورنا كآباء. عندنا مسؤوليه خصنا نديوها على احسن وجه. هنا السي كرومي غنمشيو للعناصر ندقوا فيها بشكل هو جيد. شنو هي العناصر اللي ممكن تعطينا اشارات كآباء وتخلينا نفهموا ونكونوا حاضرين لمواكبة المشاريع الشخصية لأبنائنا؟ شنو هي الأمور اللي مخصنا نكتبوها نوار سوغ بلون كيف ما كيتقال، نكتبوها بقلم حبر ونعرفوها أنها غادي تكون عناصر مؤثرة في اختيارات شخصية لوليداتنا؟ وهنا كنتكلم اختيارات اللي هي تعليمية وأكيد تكون مهنية فيما بعد. هنا قبل ما نجاوبك على هذا السؤال سيداتي الفاضلة، فالحوار اللي كنجريو مع الولادات ديالنا ومعنا كنجري مع التلاميذ والطلبة اللي كنشتغل معهم، فدائما كيكون مقاربة ديال تحديد المشروع الشخصي والمهني والشعبة أو المسلك الدراسي كيصبح نتيجة ديال اختيار المشروع، على العكس ديال اللي كنقوم بأن نختار مسلك وعاد نبحث أشنو غادي ندير به فيما بعد، نختار مسلك معين أو شعبة معينة، يعني عندي واحد الرؤية ديال سنة أو سنتين وعلى بعد تقدير ثلاث سنوات مي تنقول له أشنو غادي ندير بهذا المجال وهذه، تيقول بهذا الشعبة بهذا الاختيار، تيقول كي واحد تناخذ بكالوريا وعاد غادي نشوف شنو غادي ندير أشنو هو الصحيح على فكرة. لا صحيح حتى، ولكن اللي كيتبين هو أنه ملي تياخذ البكالوريا تيحط ملف ديالو في جميع المؤسسات اللي عندها علاقة بالتخصص ديالو واللي ما عندهاش علاقة بالتخصص ديالو، وتيقوم باختيار اللي قبلته هي، ماشي هو اللي اختار هو، وهنا اللي جاوباته اللي قبلته بناء على ذاك الجانبيه ديالو النقاط والنتائج وفقط، وبالتالي هنا تيكون اختيار ماشي دائما يناسب الميولات ديالو. وخلينا ندخل السي كرومي، هذا علاش الوالدين كيقول لك انه لما كنتكلموا عن النقطه لهذا السبب، ملي كيكون عنده النقطه فالجامعه اللي بغى او المدرسه اللي بغاته هي اللي كتجاوبه، يعني ما كيبقاش في مفترق الطرق. هذه المساله كيفاش نقنعوا هذا الاباء انه خصنا نشتغلوا على النقطه حتى النقطه مهمه بطريقه اخرى وبطريقه ما اللي تكون معتمده بدون ما نحرموا هذا الطفل وهذا المراهق وهذا الشاب من اختياراته الشخصيه؟ هو لما تنقوم باختيار المشروع اولا في هذه المقاربه الان اللي كنشتغلوا عليها، هي لما كنحدد المشروع ديالي المهني والشخصي المستقبلي، هذاك المشروع هو الذي يحدد المسار الجامعي والدراسي اللي غادي نقوم به لتحقيقه. ماشي يعني مقاربة معكوسة، عود ما نختار شعبة ونشوف اش غندير بها كما قلنا، وكنحط البكالوريا ديالي في جميع الشعاب واللي قبلتني كنديرها، وبالتالي ما تكونش دائما تناسب مهنتي، وبالتالي كتخلينا ان العديد من الطلبه الجامعيين يتوقفون في الدراسه ديالهم في السنه الاولى والثانيه ويغيرون مساراتهم. هذه السنه الماضيه كان لقاء مع طلبه ديال الجامعه من الجامعات المغربيه اللي عبر التلفازه في الاخبار ديال جامعه القاضي عياض، طلبه ديال الادب الانجليزي ماشي للتقليل وكذا أبدا، كل الشعب يعني نتكلموا عليها والمجالات يعني كلها عندها مستقبل ديالها. فلما سألوا الطلبة من المدرج ديالهم يعني شنو هي الجانبية ديالكم، قالوا أنهم كلهم علميين. لاحظي معايا الهضر اللي تم خلال ثلاث سنوات بكالوريا علمية والدعم اللي دار من ساعات إضافية في نهاية المطاف اختاروا مجال هذا بما انهم ما اكتشفوا شيء الميولات ديالهم والمؤهلات ديالهم في الوقت ديالو. لو كانت تمت العمليه بالشكل اللي تكلمنا عليه فكان هذاك المجهود اللي دار في 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 دعم المواد العلميه وهذا يمكن يدار في المواد الانجليزيه في اللغه الانجليزيه في اللغات في تطوير المهارات ديالهم اللغويه خاصه المجال الانجليزي باش يكون عندهم واحد الرصيد واحد الباك جراوند اهم باش يسيروا في هذا الشعب. هذا هضر ديال الوقت. وهناك انا كنعرف شخصيا على قفتها الحالات اللي داروا سنوات في الطب وتوقفوا وغيروا المسار، ماشي لانهم عندهم صعوبات في متابعه الدراسه وناجحين في دراستهم وتوقفوا، قال الاباء ديالهم احنا ماشي عاد اكتشفنا اننا ماشي المجال الطبي، وانا كنعرف حاله ديال خمس سنوات. تصور انك تدوز خمس سنوات في مجال الدراسه الطبيه بكل ما تحمل من تعب ومن معاناه، ويجي يقول الطالب انا الاب ديالو انا ما ماشي عاد اكتشف ان المجال ماشي هو هذا المجال الذي احبه الذي ارغب في العمل فيه ويغير مساره، فهناك هدر كبير. اذا لتفادي هذا الشيء هذا علاش اننا خصنا نقوم ونصاحبوا وليدنا لاكتشاف هذا الشيء. هناك طبعا هناك ادوات، حنا في المجال ديالنا في الكوتشينغ عندنا ادوات ووسائل استمارات و دي 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 دي
هذه الجوانب ونخليو التلميذ والطالب هو يكتشف شنو كيدير هو ان دياغنوستيك لراسو من خلال داك المتابعه والمواكبه يكتشف ذاته يكتشف ميولاته المهنيه. انا باش نتكلموا على اي مجال غادي يكتشف ميولاته واش هو شخص كيبغي يعمل عمل في فريق ولا كيبغي عمل فردي واش هو انسان كيبغي يكون قائد كيعطي اوامر واش كيبغي كذا مجموعه من الاشياء اللي هي دقيقه تتخلي الشاب يشوف يدير اسقاط على المستقبل ويشوف شنو هو المجال اللي تيبغي هو واش هو انسان تيبغي يعمل عمل في المجال الفني او في المجال الاجتماعي او في مجال المقاوله او مجال البحث. اذا هناك ادوات اللي كتخلي الطالب والتلميذ يكتشف هذا ذاته يعيد اكتشاف ذاته ومن خلاله عاد تيقول بناء على هذا التشخيص اللي قمت به فالمجال اللي غادي نحب نشتغل فيه وهذا هو اللي احب ان اشتغل به هو المجال كذا. وهنا طبعا لما احدد هذا المجال تنقول ما هو المسار لو باركور يونيفرسيتير اسكولير اللي غادي يوصلني لهذا من منذ اللحظه اللي انا فيها. الفرق اللي كاين ما بين هذا الذي يحدد مشروعه الشخصي وتيكون عنده واضح وما بين طالب او تلميذ اللي ما عندوش هذه شنو هو الفرق هو ان هذا اللي بلي موتيفي هذا عنده تحفيز هذا محفز لانه عنده هدف معين غادي يحققه ويعمل وسيعمل وتوضع ان بلان داكسيون لتحقيق هذا الهدف. بينما الطالب او التلميذ الذي يشتغل ولكن ما عندوش هدف ما عندوش واحد نظره واحد لا فيزيون سور سون بروجي كيكون في الغالب في القسم ما يعني غير محفز وحتى لو روغار ديالو النظره ديالو الدراسه ديالو علاقته بالدراسه ديالو ما كتكون مختلفه. التلميذ اللي عنده هدف وعنده مشروع واضحه الامور بالنسبه ليه فهذا يشتغل على كل حصه وكل ماده وكيربطها بالمستقبل ديالو. اي ماده دخلها تيقول الماده هذه عندي في لو باركور ديالي جوري بوزون ديال لافورماتيك جوري بوزون ديال لا لونغ دا فرونسيز او بيان دو لوغ ويعمل على تطوير حتى اللي عنده فيها بعض الصعوبات والعثرات يعمل على الرفع وتحسين الاداء ديالو فيها. لماذا؟ لانه كيعرف ان في المسار ديالو المهني والدراسي والجامعي لتحقيق المشروع ديالو محتاجها. بينما هذاك اللي بدون مشروع اللي ما كنا ما عندوش ديك لا فيزيبيليتي سور كيل تيب دو طرافاي من نوع العمل اللي باغي نشتغل فيه واللي كان طمح نشتغل فيه كنحب قلنا فينالمون الهدف شنو هو؟ هو ان الانسان يكون سعيد في العمل اللي غادي نمارس في المستقبل ديالي. هذا هو الاساس. هاد السعاده ما كان نزلوهاش نصب الاعين خصوصا كاباء كنشوفوا الاستقرار المادي في الدرجه الاولى هذه المساله شرط ليها ولكن في اطار العناصر اللي هي يجب اعتمادها من اجل انجاز والاشتغال على مشروع شخصي مساله الثقه في النفس وتقدير الذات الى اي حد هذه المساله مهمة علما أن سنفرد حلقة خاصة إن شاء الله لهذا العنصر اللي هو أساسي ومهم. هذا العنصر اللي هو يمكن هو النواة ديال كل نجاح وكل مشروع شخصي هو هذا تقدير الذات والثقة في النفس اللي هي واحد العنصر خصنا نشتغلوا عليه منذ الطفولة أكيد. قبل ما نجاوبك سيدتي الفاضلة على هذا السؤال فبين العناصر اللي كنا تكلم عليه بناء المشروع لما كنكتشف الجانبية ديالي المهنية ولي باسيون ديالي والشغف ديالي والمشروع ديالي خصو يتضمنها فهناك كما قلت لكم كاين جانب ديال النتائج الدراسية اللي هي طبعا غادي نوقف عليها ونرصدها ونشوف طبعا التحكم ديالي في المواد والمتطلبات ديال هذاك المشروع ديالي الشخصي. وطبعا هنا لما كيكون عندي الامور واضحه عندي مشروعي الشخصي واضح عندي المسار الدراسي الجامعي والمهني طبعا هنا تنوقف على حتى المواد وعلى الاحتياجات اللي بريروكي باش نحقق هذاك المشروع ديالي وطبعا اشتغل على اذا كان ضروري باش كنت متحكم في اللغه الفرنسيه فساشتغل على الفرنسيه وغادي نوضع لها واحد البلانينغ واحد الرزنامه اللي غادي من خلالها نحسن الاداء ديالي في اللغه الفرنسيه. كانت ضروره انها غتكون لغه انجليزيه فكذلك كانت الرياضيات من بين المواد والمعارف اللي خصني نكون متحكم فيها فساشتغل بما انه مشروعي يحدد لي الحاجيات اللي خصني انا نشتغل عليها نعاودو نذكرو السي كرم بعد المساله باش نرجعوا للنقطه. إذن هذا يحط غادي يحدي إذن دونك وطبعا هذا كله طبعا تنديروه وتنديروا كذلك ما كنحددوا المجال الاشتغال طبعا كيكون دونك ان بلان ا وان بلان بي. إما مثلا اختاريت انا احب واهوى واعشق العمل في مجال الطبي وما يدور حوله فحتى الا ما تحققليش هاد نكون طبيب مثلا معين في مجال معين فهناك مجالات مهنية شبه طبية
تدور فهادي انت يكون دونك ان بلان بي ان بلان سي اللي كيديروا في نفس ولكن كلهم كيتماشاو مع الاهتمامات والشغف ديالي بهذا المجال هذا بمعنى اني تنبقى في نفس الفضاء وفي نفس لا بول ديال دو ميتي اي دو سيكتور دو ميتي اللي يمكن نشتغل عليهم دونك رانا كيكون عندي دونك بدائل ودائما المشروع ديالي هو دينامي راه متطور لان ما ننساوش ان حتى المهن تتغير هناك مهن التي غادي تنقرض بعد سنوات وهناك مهن اللي الان ما موجوداش ولكن ستوجد وبالتالي التتبع ديالي للمشروع ديالي وهذا معرفتي بالذاتي وخصوصياتي وامكانياتي وقدراتي كتخليني طبعا نتاقلم والمشروع ديالي كذلك جو لادابت اون فونكسيون دونك دي سيركونستانس اي ديال ليفولوسيون دونك لو مارشي دو لومبلوا ديال سوق الشغل ثقه بالنفس وتقدير الذات سي عنصر اساسي في النجاح بصفه عامه ماشي غير في النجاح الدراسي في الحياه عامه اذا كنا طبعا عندنا مشكل في ديال الثقه في النفس لا نثق عندنا بروبليم دو كونفيونس سوا ولا ديستيم دو سوا فطبعا هذا منشأنه باش ينعكس مباشرة وسلبا على النتائج وطبعا حتى بالنسبة لهذا الجانب هناك أشياء للكآباء نمارسها اللي ما تساعدش التلميذ ولا الطفل باش يقوي الثقة في نفسه وتقدير ذاته تنقول له ثق في نفسك كأنه غادي كما قلنا يبرك على واحد الزر وغادي يصبح ثق في نفسه هناك أشياء هناك أدوات الثقة في النفس هي بحال واحد العضلة تتخدم ان ميسكل سي اون لو طرافاي با راه الفيبلي تيضعف اذا نفس الشيء بالنسبه للثقه في النفس ولا تقدير الذات من حسن الحظ اننا يمكننا نشتغلهم يمكننا نحسنوا منهم ويمكننا نرفعهم طبعا هناك اشياء التي يجب ان نقوم بها كاباء وطبعا اشياء يجب كذلك ان نسقطها من 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 لغتنا ومن علاقتنا اليوميه مع الطفل وهنا اشياء طبعا اللي كنشتغلوا طبعا حنا كمتخصصين في المجال هذه طبعا اللي نعزز الثقة ديال الطفل بنفسه وهذه عياد ما نقول له ثق في نفسك نقوم طبعا من خلال دي زاكتيفيتي نخلي التفاصيل اكيد نخلي التفاصيل الحلقه المقبله ان شاء الله وهنا دائما نربطوا ما بين هذه المساله اللي عندها علاقه بمساهمه الاباء والدور ديالهم في هذا بناء المشاريع الشخصيه وهذه المسائل اللي غادي نتكلموا ان شاء الله في حلقه خاصه ولكن في المجمل كيفاش حنا كاباء عندنا واحد الدور اللي خصنا نكونوا واعيين به وكيبدا في واحد المستوى كينتهي في واحد مستوى في كيفاش ممكن نصنفوا أو نوصفوا المساهمة الآباء في اختيار مشاريع شخصية لأبنائهم في مرحلة مبكرة ودائما نشيرنا في الحلقة وغنبقاو نعيدوها سيكرنا في حلقاتنا راه كنكونوا خاطئين لما كنجيبوا وليدتنا حتى المرحلة الحاسمة وكنقولوا كنطلبوا الاختيارات حنا اللي في بالنا أو كنطلبوا شي حوايج اللي ميمكنش تحقق في حينها راه بناء مشروع شخصي كيبدا في مرحلة معينة يمكن نقولوا حتى بداية الإعداد يا سيك الرومي قبل ما صحيح كل ما قلتيه سيدتي الفاضلة المشروع الشخصي كيبدا سيرورة كتبدا من منذ الطفولة إلى كحلم وتنصاحبها هذه السيرورة كتبقى طبعا دينامية حتى كيتحقق الحلم هذا هو دونك لو بروسيس من 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 هذا الجوج ديال المرتكزات دورنا كآباء طبعا وهذا خطأ تنقوم به كآباء طبعا أن جل آباء وهذا سيقولوا لي تلامذة الطلبة اللي تنشتغل معهم أنهم يعني الاختيارات ديالهم هي تكون تملات عليهم من طرف الآباء ديالهم أو الأمهات ديالهم أو أولياء الأمور وهذا خطأ جسيم ترتكبه في حق الأبناء ديالنا وأنا كنعتبره جريمة في حق الأبناء ديالنا لأن شنو تيحدث أنني من خلال الابن ديالي كنحاول نحقق الذات ديالي انا الا ما استطعت شيء نكون ربان طائره او مهندس او طبيب او استاذ او شي حاجه من هذا القبيل فاحاول ان احقق هاد الغايه ديالي وهذا من خلال الابن ديالي وكدفعه لممارسه هاد الاختيارات الشعبه لممارسه هاد المهنه لتحقيق الذات ديالي انا وشنو كندير كنمحي الطفل او كنلغيه وهذا جريمه بينما هو انسان احنا مثلا هذا الانسان ما تنعطيه شيء الحق ديالو اللي كما قلت هو حتى في الاختيار الالبسه ديالو ما تنعطيه له شيء فما بالك في الاختيار وحنا في الالبسه تندخلوه والمتجر ونقوم باختيار الملابس وكنعتقد اننا درنا شي حاجه زوينه اننا خلصناها باثمنه باهظه و ورحنا بينما في هذاك الاختيار يبدا من هذاك اللحظه اش قلنا التواصل في كل شيء حتى راه الام يمكن لها مع وليدتها في
إعداد أكلة يمكن لا تستشر معهم أشنو رأيكم اليوم أن نأكله أو غدا نديروا الأكلة كذا واش نديروا هذه أو هذه. هذه الاستشارة راه كتعز ثقتهم بنفسهم وكتعطيهم المكان تقديرهم لذاتهم وكتعطيهم المكانة اللي تيستحقوها وكيصبح عندهم رأي وتتعبير لهذه. إذن أشنو رأيكم نديروا هذا في السفر كذلك نسافر واش رأيكم نسافروا لهذا المكان أو هذا المكان هذا إكراهاته هميزاته وهكذا. إذن في جميع المجالات الطفل والإنسان يجب اعتباره كإنسان تقديره عنده تعبير دياله وعنده الرأي دياله يجب الأخذ به في ملابسه في ملابس شخصية الرياضة في الألبسة في. إذن لما كنت عامله بعد شكل هذا فكيصبح تلميذ أو الطفل أو الشاب أو شابة هذا أولا يحس بتقدير لذاته أننا نقديره وطبعا تقديرنا له يعزيز تقديره بنفسه ومن المساهمة كرومي ممكن تكون بذكاء إلى سمحتي أنا ندخله كأباء أنا نوفر مجموعة المعطيات اللي تبني وتخلي طفلنا يختار بشكل غير مباشر الاختيارات دياله. أنا مستمعين الكرام نذكركم أن أرقامنا الهاتفية هي 05-33-33-05-34-94-40 زوج الأرقام الهاتفية كنتكلموا على المشروع الشخصي أو ما نسميه بالتوجيه. سيكر رومي هو كوتش معتمد تربوي بطبيعة الحال قال بأنه من الأحسن استعمال كلمة المشروع الشخصي لأن التوجيه كتدخل فيها أيادي اللي ما فيهاش اختيارات شخصية وما فيهاش مجموعة المعطيات اللي كتنصف هذاك الطفل وما كتمحي بشكل مباشر ميولاته واهتماماته. هذه المساهمة اللي نرجعوا لها مرة أخرى سيكر رومي في إطار أننا نتدخلوا بذكاء أننا نوفروا مجموعة من المعطيات اللي غتأثر بشكل غير مباشر في الاختيارات الشخصية لأبنائنا كيف ما قلتي وجهات معينة اختيارات معينة مجموعة من الأمور اللي نساهموا فيها مع أبنائنا بشكل غير مباشر في اختيارات مشاريعهم الشخصية. سيدتي الفاضلة غادي نعاود نقول كذا قلتي وكررتي نؤثر ما خصناش نأثروا خصنا نساعده على الاختيار. راه فرق ما بين نؤثر راه بحال كنكون نوجه راه فيه تأسف احنا كنؤثروا فيه يعني انا كنبغي يعني الا بغيتي بطريقه نتحايل باش نوجه يعني كنوفروا له شي حاجه وكنلهمه هو باش يختار. هذا هو الخطا الكبير. انا ما واحد الشخص واحد الانسان مثل رائع اللي اكتشفته مؤخرا عالم من علماء المغرب ما غنذكرش الاسم ديالو احتراما له باش ما هذه والابن ديالو اختار مجال بعيد كل بعد على 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 المجال ديال الاب ديالو ما تطيحش عليك البال يعني ولا توقع. انا لما سمعتها يعني كنت يعني فريمون في نفس الوقت يعني تريساتي في نفس الوقت يعني معجب بسميتو اختار مجال اللي بعيد كل بعد على لا غنقولك شنو اختار مجال ديال الحلاقه والان هو كبير في مجال على المستوى الوطني ولا الدولي ولا كذا في هذا المجال هذا ولكن اختيار يعني كان ممكن الاب ديال في المرتبه اللي قلنا هذه كان يمكن يفرض ويوجي كذا ولكن خلى له الحق في حريه الاختيار ومشى هذا يعني مسار طويل اللي يمكن تحكي عليه كيفاش هذه تحقق والان اصبح يعني مرجع في مجال ديالو وسعيد بما يقوم به واصبح يعني شهره كبيره جدا يعني هذه. ولكن اهم شيء هو انه هو يحقق ذاته في هذاك المجال هذا هو الرائع يحقق ذاته وسعيد ويسعد الآخرين وصبح هو نموذج للمجموعة للشباب يعني المساهمة. علاش قلنا أستاذ الفضيلة هذا باش ما نقولوش نؤثر احنا نصاحب الطفل من في جميع المراحل ونخليه هو يكتشف ذاته. علاش قلنا هذاك الفرص ديال الانشطه اللي يقوم بها السكولير بارا سكولير اكتيفيتي خارج هذه السفر يقوم مهمات شخصيه في مجموعات يعمل كل ما يمكن فرص اللي فيها يكتسب خبره واحد التجربه واحد اكسبيريونس نوفرها غادي تخليه هو يكتشف ذاته وحنا كذلك نكتشفوه وتخلي تعز الثقه بنفسه واتخاذ القرار الى غير ذلك. هذا كله من شأنه باش هو يتبلور داك الشخصيه ديالو وتوضح الصوره بالنسبه ليه وحنا كذلك بهذه المصاحبه وفي التواصل والاسئله والتواصل لنا التواصل شنو هو حنا كنقولوا يعني كنتقاسموا كل شيء انا شنو درت اليوم انت شنو درتيش انت عجبك شنو تعجبنيش شنو غدير انا شنو كذلك في مجال الرياضه علاش كنبغي ندير هذا الشيء شنو هذا التواصل اللي كدار يخلينا هذه المساهمه لا ما خصناش تفوت هذا ما خصناش نوجهوه بشكل غير مباشر ولا
نلهمه ولا بطريقه باش نوفروا ظروف معينه باش يمشي لمجال معين. هذا هو الخطا اللي قلت قبيله نرتكبه ونرتكب جريمه في حق ابنائنا اننا نفرض عليهم اشياء اللي ما يمكنش يقدروا ما يديروهاش. وهنا القضيه اللي تتر دائما وجه الشعب العلميه والعلوم الرياضيه وهذا خطا. كل انسان خلق الله سبحانه وتعالى عنده قدرات معينه عطاه الله، خصو يمشي خصو اولا يكتشفها يعابها ويضفها. هذه ثلاثه العناصر خصنا نكتشفها. حنا قلنا الاشياء اللي كنديروا من انشطه من ممارسات ومن من 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 اكتيفيتي كلها تسمح لنا باش نكتشفوا ذاتنا، ولما نكتشفوها نطورها ونعتمدها في المسار ديالنا طبعا، وطبعا منشأنها باش تخلينا دونك نقوموا باختيار. لما تكون عندنا الوضوح في حاجياتنا ورغباتنا وشغفنا وميولاتنا طبعا الاختيار خصو ينتج مع هذه الشخصيه ومع القدرات ديالنا. ما يمكنش نسقط الاشياء اللي كدارو هذا مع الاسف المقارنات ما بين الاخوه، اخ ديالك دار الاخت ديالك بنت عمك هذا كذلك شيء يجب يعني القطع معه. ما نقارنوش الأخوات، ما نقارنوش بين الأطفال، ما نقارنوش كذا. كل واحد له أعطى الله مؤهلات وقدرات يجب الوقوف عليها من خلال هذه الأشياء اللي كنا من خلال الأنشطة والممارسات، ونساعده باش هو يقوم باختيار يناسبه ويطمح له. علاش؟ أن تكون محفز وتكون هدف دياله. ماشي تيقول لك لنحت ما يحدث أنه بعض المرات لما نفرض وهذا الشيء اللي تيحدث في الغالب على تلميذ معين فتيقول لك تيحملك المسؤولية إذا ما حصل فشل معين. تيقول لك هذا اختيار لكن أنت اللي فرضتي عليا هذا الشيء ولا هذا المجال ولا هذا المسك ولا كذا ماشي أنا. وحتى طبيعة كتشوف الطفل كيقرأ أو المراهق كيقرأ أو الشاب كيقرأ هو منهك من الداخل، ما كاينش واحد البليزير، ما كاينش واحد السعاده، ما كتحسش بها عندك الطفل انه او المراهق او حتى الشاب المقبل على جامعات انه كيقرا وكينجح، ولكن السعاده ما كايناش. كاين امور اللي كت بحال وضعناه في واحد الموقف خصو يرجع لينا داك الشيء اللي عطيناه، وهذه مقايضه من النوع اللي ما كيخليش الاسره وما كيخليش هذا الانسان في سعاده وفي واحد الاستقرار نفسي وفي واحد الانفتاح على حياته اللي هي تكون اجمل. ونقدروا في الحلقه ان شاء الله اللي غتكون مع السيك رومي نتكلموا على التبعات ديال هذه الاختيارات اللي ما كتكونش كتستجب الاذواق والاهتمامات الاطفال ديالنا والمراهقين ديالنا، اكيد عندها ثمن في المستقبل. تفضل السيك رومي. هاد السعاده اللي تكلمت عليها سيدتي الفاضله منين غتجي؟ غتجي في الوقت اللي نكون عند علاقتي ونظرتي للدراسه ولا العمل تكون نظره يعني مختلفه على لما هو عليه، ما تكونش الزاميه، ما يكونش اكراه، ما يكونش. نحن عاده ما تنستعملوا غير المصطلحات اللي هي سلبيه، النجاح، الرسوب، غير قادر، انت فاشل، يعني ما نستعمل مصطلحات، بينما هذاك فضاء اللي خصو يكون فيه يحبوا الطفل يمشي له كما قلتي يمشي له بحب، وباش يمشي له بحب خصو يغير النظره ديالو للدراسه، وباش تغير خصو يكون عنده مشروع ويكون عنده هدف يريد ان يحققه ودير له واحد المخطط لتحقيق هذا الهدف. هذا هو ما سيساعده على تغيير هذاك النظره ديالو للدراسه ديالو، ويصبح تيقو تيمشي لها وتيمارسها بحب وليس مكره. هذا شيء جميل سيك رومي. ومن المسائل اللي تكلمتي عليها هو انه مصطلحاتنا نقتنيوها بشكل اللي هو دقيق وكتاثر سلبا وايجابا على اطفالنا. حتى ملي كنشوفوا مثلا الرسائل الموجهه من المدارس البعثات الاجنبيه فيتم استعمال واقع الرسوب بشكل اخر، يقدر ما يصدمكش حتى انت اللي اب الى ابنك عاود القسم. حنا المصطلحات اللي كنستعملوا لا في ثقافتنا في المنزل ولا في المدارس ثقافة ومصطلحات اللي هي عنيفة واللي هي قاسية على نفسيتنا وعلى نفسية أطفالنا. أنا كنت سعيدة جدا بهذه الحلقة سيك الرومي، وأكيد أنها تكون حلقات إن شاء الله اللي إفادة المستمع الكريم. وكلنا أمل وكلنا عندنا رغبة كبيرة أن وليداتنا يكونوا يتوجهوا للوجهة الصحيحة، ولو أن سيك الرومي قال لنا ماذا بينا ندخلوا على هذا المصطلح ونتكلموا على أنه تكون عندهم مشاريع شخصية اللي يبنيوها بكفاءاتهم باختياراتهم قناعاتهم ونكونوا احنا مصاحبين لهم. فشكرا سيك الرومي نجيب اللي كان حاضر معنا باعتباره كوتش تربوي معتمد. سيك الرومي شكرا مره اخرى. عفوا، شكرا سيدتي الكريمه، انا كنت اسعد. الله يبارك فيك، وان شاء الله لنا لقاء مستمعينا الكرام على الساعه 1:30 مع برنامج بيدوفيليا. الى اللقاء. مجتمعنا مع صوفيا السعيدي على كاب راديو.